ارتكع تهديدات لتفجير بعض العربات جنب المؤسسات الصحفية؟ احنا والله بنعمل اي بنتعامل مع اي انتظار موجود امام اي مؤسسة، الاخبار، الاهرام، اي مؤسسة، اي عربيات انتظار بنشيلها عشان ما حدش يحط تحتها اي حاجة. ده كان محطوط في الخطة التنفيذية بتاع التأمين يوم 25 يا فندم؟ 25 يناير، النهاردة احتفالية للشرطة وثورة يناير. كل سنة طيب يا فندم. لا معمول من زمان يا باشا والله. تمام يا فندم، بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. شيك شيك.